أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال النهار اليوم، حيث تسود أجواء حارة وصافية 36 درجة مئوية، الملموسة 32، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة للنهار اليوم نبدأ بالمنطقة الشمالية. سكاكة طقس صافي 34 إلى 20، عرعر نفس الأجواء، وتبوك 33 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 37 إلى 25، جدة 34 إلى 28، مكة المكرمة أجواء حارة 41 إلى 26، أما الطائف 30 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية نبدأها بجازان، أجواء صافية 34 إلى 28، أبها 27 إلى 17، والباحة 25 إلى 16 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 35 إلى 20، الإحساء 37 إلى 21، وحفر باطن أجواء حارة وغير مستقرة 41 إلى 24 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض طقس صافي 36 إلى 23، بريدة 37 إلى 24، وحائل 33 إلى 19 مع غبار خفيف. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.